أبدأ معك حيث التطورات من موسكو. منى أبو دياب، موسكو تتحدث عن تقدم عسكري وسيطرة جوية في وقت تسارع أيضا للجلوس على طاولة الحوار. ماذا عن آخر المواقف من موسكو؟ بشأن مسار المفاوضات، برز موقف واحد حتى الآن من مصادر مقربة من الوفد الروسي، أشارت إلى أن المفاوضات مع كييف سوف تكون طويلة وصعبة ومستعصية، وسوف تأخذ سوف ستحتاج مزيدا من الوقت، في إشارة إلى أن الملفات معقدة وسوف تحتاج إلى وقت الكثير ليبرز عنها أي نتائج. ولكن من الملفت للنظر أن على بالتزامن مع انطلاق المفاوضات كان هناك تصريحات لوزير الدفاع الروسي شايغو، أكد فيها للرئيس الروسي بوتين عن تنفيذ القرار الذي اتخذه بوتين بوضع أجهزة التحكم للثالوث النووي في أهبة الاستعداد والجهوزية. مفاوضات هنا وتصعيد هنا. بعض التقارير فسرت ذلك بأنها ليس تصعيدا ولكن هو تصعيد لتخفيف التصعيد، وربطت كل ما يحدث شبهت كل ما يحدث بأزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، والجملة الشهيرة للزعيم السوفيتي حين خروشوف أنه لا يجب شد الحبل كثيرا حين يكون هناك عقدة حرب مربوطة في ذلك الحبل. فالسؤال، هل ستنجح الأطراف كلها في عدم شد الحبل كثيرا حين هناك عقدة حرب مربوطة؟ ميدانيا كل التقارير تؤشر إلى أن هناك تصعيد ميداني في دونيسك وفي ماريوبول، وماريوبول هي واحدة من الملفات التي سوف بالتأكيد سوف تكون على طاولة المفاوضات، وهو مؤشر إليها منذ الصباح. وماريوبول ودنباس هي تعني المنطقة الشرقية، منطقة إقليم دنباس، دونيسك ولوغانسك، وهي من البنود الأساسية التي كانت موجودة في اتفاقية مينسك، والتي أصرت موسكو على أنها سبب أساسي لبدء كل هذه العملية بسبب إخفاق كييف بالالتزام ببنود تلك الاتفاقية واتهامها بكل هذا الاضطهاد والتضييق ضد سكان تلك المنطقة من الناطقين باللغة الروسية. نعم. واحدة من البنود الأساسية لاتفاقية مينسك والتي تطالب موسكو فيها بها، ولا يعتقد أي أحد من الأطراف أن موسكو سوف تتراجع عن هذه البنود، هو وضع خاص لهذه المنطقة وانتخابات وحفظ حقوق هذه سكان هذه المنطقة، وبالإضافة وبالإشارة إلى الأزمة الإنسانية التي تترافق مع كل هذه الأزمة، تتحدث الوسائل الروسية لماذا تسأل لماذا كل هذا التركيز الآن على الأزمة الإنسانية على الحدود البولندية وكذا وغيرها، وكان هناك كل هذا التجاهل الغربي على مدى ست سنوات لكل ما تقول موسكو حسب الرواية أنه كان هناك إبادة وكان استهداف للسكان المنطقة الشرقية دونباس ودنيسك ولوغانسك. وفي هذا الصدد تؤكد أن هناك أكثر من 120 ألف نازح نزحوا من تلك المنطقة باتجاه الأراضي الروسية. ننتظر. وكان هناك أيضا خبر ملفت قبل نصف ساعة من الآن، تعرضت وسائل الإعلام الروسية الأساسية لهجوم سبراني، وكان هناك صفحة تقول أبعدوا أباءكم وأزواجكم عن الحرب في أوكرانيا لأنهم سوف يذهبون إلى موت محتم.